وذوي الحقوق العيد أربيقة اليوم بمتحف المجاهد رفقة نظيره وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي ذكرى 66 لتنفيذ حكم الإعدام بالمقصلة لأول مرة بالجزائر بسجن سركاجي في العاصمة تحديدا في حق الشهيدين أحمد زبانة وعبد القادر فراش. الوزيرين أكدا على ضرورة تخليد مثل هذه التواريخ في ذاكرة الأجيال، خاصة وأن الجزائر تستعد بعد أيام قليلة لاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال بشعار تاريخ مجيد وعهد جديد. التغطية كانت للزميلة شهرزاد وليد عزوز. ونحن نتحدث عن قيم الجزائر النوفمبرية التي نستعد بعد أيام قلائل للاحتفال بالذكرى 60 لعيد الاستقلال بشعار تاريخ مجيد وعهد جديد، والتي توليها السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة، فبتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتم التحضير لتظاهرات كبرى ونشاطات متميزة تشارك فيها كل القطاعات والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني، وهي البرامج التي ستقام وفاء لذاكرتنا وعرفانا بتضحيات قوافل الشهداء، وستبرز أيضا إنجازات 60 سنة من الاستقلال عاق على كافة المستويات. وفيما يخص إحياء الذاكرة الوطنية، فإن وزارة التعليم والتكوين المهنيين قد أبرمت اتفاقية إطار مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تهدف إلى ترسيخ الروح الوطنية لدى الشباب المتكونين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج مادة التاريخ بين قوسين الذاكرة الوطنية في برنامج القطاع. والأكيد أن هذه المناسبة هي حفظ وصون للذاكرة الوطنية وترسيخها للأجيال. لهذا أدعو من هذا المنبر شباب الجزائر أن يتذكروا ويتمعنوا بالحرية ويتمتعوا بالحرية والاستقلال هذه التضحيات، وأن يحافظوا على أمانة الشهداء.